السلام عليكم. يوم نروح الولاية تاع غليزان لنقف على الأشغال تاع خط السكك الحديدية اللي يربط مدينة غليزان إذن بمدينة تيارت، وهنا نشوف الخط هذا، نشوف عندنا المدينة هنا تاع غليزان وعندنا الخط هذا الانطلاق ديالو نتاع الخط نتاع السكك الحديدية اللي ينطلق نحو الجنوب الشرقي إذن باتجاه مدينة تيارت. وللعلم أنه هذا الخط هو كاين خط قديم بالأسود، هنا نشوف الخط الأسود هذا، وهذا الخط اللي يمر على المدينة داخل المدينة تاع غليزان. إذن هذا هو الخط بالأسود يمر داخل هنا نشوف، وهنا نشوف المحطة تاع غليزان، وهنا يمر داخل النسيج العمراني للمدينة نتاع غليزان. إذن هذا الخط الجديد هو يتفادى المدينة، إذن جاي خارج المدينة نتاع غليزان ويتجه باتجاه الجنوب الشرقي نحو مدينة تيارت. وفيه أجزاء راهي قيد الإنشاء وأجزاء أخرى راه يعني الكولوار أو الرواق نتاع الخط هذا هو مفتوح. هنا نشوف نلاحظ أنه مفتوح هنا باتجاه مدينة تيارت، وهذا الخط كما نعلم داخل في إطار الخط تاع الروكاد ديو بلاطو، الخط تاع السكك الحديدية اللي يمتد من الشرق إلى الغرب على طول مسافة حوالي 1100 كيلومتر. إذن وهو خط موازي للخط الشمالي، خط السكك الحديدية الشمالي، يكون فيه في آفاق عام أو عامين تكون فيه محطة جديدة في غليزان وكذلك محطة جديدة في تيارت، ثم يمتد نحو تيسمسيلت، إذن من تيارت إلى تيسمسيلت. ونخليكم تشاهدوا الصور نتاع الأشغال نتاع هذا الخط هذا نتاع السكك الحديدية تاع الهضاب العليا ما بين إذن غليزان وتيارت، والصور هذه تعود إلى الأشغال التي راهي جارية في حدود ولاية غليزان. إذن أترككم مع الصور والسلام عليكم.